اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم من برنامج متن الخبر وابرز اهتمامات الصحف العالميه والعربيه والمحلية ونبدأ مشاهدينا مشوارنا لهذا اليوم من الصحف المحلية وصحيفة الحياة الجديدة ونقرأ هذا العنوان لجنة وزارية إسرائيلية تشرع بؤر ومشاريع استيطانية. حيث صادقت اللجنه الوزاريه للتشريع في الكنيسة الاسرائيلي على مشروع قانون التسويه رقم اثنين الذي يقضي بشرعنه البؤر الاستيطانيه ومشاريع استيطانيه قائمه وذلك على خلفيه تظاهرات لنشطاء من معسكر اليمين احتجاجا على سياسه الحكومه الاسرائيليه في التعامل مع العمليات بالضفه الغربيه المحتله، فيما عبر المستشار القضائي للحكومه الاسرائيليه عن معارضته الشديده للقانون الذي يمس بالحقوق الطبيعية وعلى رأسها الحق في التملك كما يعرض إسرائيل للمساءلة القضائية الدولية ونقرأ أيضا وحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيسة موتي يوغيف من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف فإن بإمكان سلطات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قتل فيها إسرائيلي إلى خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة الغربية وذلك خلال سبعة أيام أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ العملية وهذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته. اذا مشاهدينا هذا ما اخترناه لكم من صحيفه الحياه والى صحيفه القدس مشاهدينا نقرا في حديثها هذا العنوان جرائم المستوطنين فتقول القدس في حديثها صعد المستوطنون عربدتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية تحت سمع وبصر وحماية جيش الاحتلال حيث قاموا بسلسلة من الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم وأغلقوا شوارع رئيسة وافترقات طرق ودعوا إلى اغتيال الرئيس محمود عباس كما شنت قيادتهم المتطرفة حملة تدعو إلى تشديد القمع والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا وتكثيف الاستيطان إلى آخره من المطالب التي تدل على الهستيريا وحالة الهستيريا التي أصابت المستوطنين بعد العمليات الأخيرة من جهة ومن الجهة الأخرى يحاول هؤلاء استغلال التوتر الحاصل في الأراضي المحتلة لتأجيج الكراهية والتطرف وتمهيد الطريق لاستلاب المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والحصول على امتيازات وأموال إضافية من خزينة الاحتلال، إنما يجب أن يقال هنا تقول القدس في حديثها أن هؤلاء المستوطنين الذين استولوا على أراضي فلسطينية محتلة واقاموا عليها بما يتناقض مع القوانين الدوليه وارتكبوا وما زالوا يرتكبوا سلسله من الجرائم بحق الفلسطينيين العزل ويدرفون اليوم دموع التماسيح بعد ان ارتكبوا جرائم يندى لها الجبين الانسانيه مثل مذبحه الحرم الابراهيمي واحراق عائله الدوابشي في دوما واحراق الفتى الشهيد محمد ابو خضير وما ترتكبه هذه التنظيمات الارهابيه من عقود وحتى اليوم هؤلاء المستوطنون يجب ان يدركوا ان عدوانهم السافر على الفلسطينيين بدعم وتشجيع وحمايه وتسليح الاحتلال يشكل عاملا رئيسا في التوتر الحاصل وانعدام الامن والاستقرار في المنطقه اضافه الى العامل الرئيس الاخر المتمثل بالاحتلال الاسرائيلي غير المشروع للاراضي الفلسطينيه كما يجب على هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه ان تدرك ان اهانه الفلسطينيين والمس بكرامتهم ومحاوله ترويعهم وارهابهم والحط من انسانيتهم ومحاولات قمع وكسر إرادتهم. في نضالهم المشروع للتحرر من الاحتلال لن يكتب لها النجاح ولن تؤدي سوى المزيد من التوتر وسفك الدماء وتعميق الكراهيه وادخال المنطقه برمتها في دوامه جديده من التصعيد بما لا يخدم اي طرف وفي المحصلة فإن على حكومة الاحتلال التي تتصاعد من وزرائها التصريحات النارية بمزيد من القمع والعقوبات الجماعية للفلسطينيين وتكثيف الاستيطان وعلى مستوطنيها الذين يواصلون ارتكاب الجرائم أن يدركوا جيدا أن شعبنا الفلسطيني الصامد المناضل لن يرفع الراية البيضاء ولن يتنازل عن أي حق من حقوقه الوطنية المشروعة ولن ترهبه كل هذه الاعتداءات القديمه الجديده وهو مصر على نيل حريته واستقلاله ومن الاجدر بهؤلاء المستوطنين وبهذا الاحتلال النظر الى انفسهم بالمراه ليروا مدى بشاعه ما يرتكبونه بحق شعبنا الاعزل ومدى تناقض ممارساتهم مع كل القوانين الدوليه والانسانيه وان يدركوا ان اراده الشعوب لا تقهر وان جبروت القوه والقمع والعدوان لن يؤدي سوى الى اطاله امد هذا الصراع، وإلى صحيفة الأيام مشاهدينا واخترنا لكم هذا المقال بقلم عاطف أبو سيف والذي جاء تحت عنوان اليسار والدور الغائب، وهنا يقول عاطف أبو سيف في هذا المقال: وأيضا يصلح اليسار والدور المطلوب أن يكون عنوانا رديفا لهذه المقالة، لأن ثمة دورا كبيرا غائبا عن اليسار أن يقوم به لكنه لا يفعل المشكلة أن اليسار الفلسطيني لا يتراجع فحسب يقول الكاتب بل أن ثم امتزاجا غير مبرر في أجندته مع قوى يمينية لا يمكن فهمه إلا في إطار فقدان البوصلة واليسار الفلسطيني يقول الكاتب الذي أثر الثورة والكفاح الوطني ببطولات يعتز بها كل فلسطيني وقدم زعماء وطنيين انضموا إلى مصاف الأباء في الحركة الوطنية لم يعد قادرا على القيام باقل ادواره المتوقعه للدرجه التي يصعب معها الحديث عن وجود اي دور له هذا مؤلم ولا يسر احدا، لكن الواقع يقول ذلك، ويضيف الكاتب: يمكن القول ان اليسار الفلسطيني في الالفيه الجديده انهار وتراجعت مكانه قواه وتنظيماته الكبرى في النظام السياسي الفلسطيني، ولم تعد تلك القوى تمثل ثقلا في الشارع، وكانت نتيجه انتخابات عام 2006 واضحه، واذا تم سحبها على مجمل السياق الفلسطيني، ويقول الكاتب أنا لست من دعاة ذلك لأسباب كثيرة فإنه لن يكون بمقدور قوى كثيرة حتى الطليعية منها أن تحافظ على وجودها وتمثيلها في الهيئات العليا للنظام السياسي هذا شيء محزن لأن هذا يعني تراجع ضمان من ضمانات الحفاظ على التوازن في النظام السياسي والحفاظ على القيم التي يريد غلاة اليمين جر الصحة الفلسطينية لها لكن ألا يستدعي هذا وقفة جادة يتساءل الكاتب حتى في الحركة الوطنية يقول الكاتب هناك تناقضات اساسية وتناقضات ثانوية، هذا الفهم فقده اليسار، ففي ظل اختلافه عن القوى الحية في الحركة الوطنية تحالف بشكل مثير مع قوى اليمين الاسلامي، وظهر التحالف في هيمنة قوى اليمين الاسلامي في غزة على الحالة في القطاع معتمدة على هذا التحالف حتى باتت الشعارات التي ترفع وتسير خلفها قوى اليسار هي ذاتها شعارات الاسلام السياسي، ليس هذا فحسب يقول الكاتب بل ان الاجندة الاجتماعية غابت بشكل كامل وربما تم إغماض العين عنها حتى لا يتم إفساد الألفة السياسية الطاغية بين اليسار واليمين الإسلامي وحتى لا يتم تعكير مزاج الأخير. تمت المغالاه في حاله العداء للقوى الحيه في الحركه الوطنيه وتم تضخيم الصراع ولم يكن هذا تناقضا اساسيا داخليا كما يقول الكاتب ايضا مشاهدينا في هذا المقال تخيل السياق الفلسطيني في كل هذه التفاصيل تظن ان قوى اليسار متماهيه مع غلات اليمين والمطلوب ان يكون لدينا يسار حقيقي قادر على أن يظل ضمير الثورة وحامي المواقف الحيوية للمصالح الوطنية على أن يكون ميكروفون للإسلام السياسي تحديدا اليسار يجب أن يتميز دون غيره عن كل ما هو سواه مشاهدينا جولتنا في الصحف المحلية انتهت فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وإلى جولة الصحف العربية مشاهدين اخترنا لكم هذا المقال من صحيفة الشرق الأوسط والذي جاء تحت عنوان القدس ليست أورشليم بقلم جبريل العبادي وهو كاتب وباحث ليبي فيقول جبريل العبادي في مقاله ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كلمات للرئيس الماليزي مهاتير بعد حمى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فمن أمريكا إلى البرازيل وأخيرا استراليا تطوب القدس عاصمه لاسرائيل، القدس المدينه العربيه تاريخيا وجغرافيا التي ستبقى كذلك وليست عقارا ليطوبها البعض عاصمه لكيان الاحتلال الذي يحتل بلدا عربيا منذ سنين ويسعى الى طمس جميع المعالم العربيه والاسلاميه والمسيحيه ولم تنجو منه حتى مقابر الموتى، ويضيف الكاتب في هذا المقال: حمى قرارات الاعتراف بالقدس عاصمه لكيان محتل لارض عربيه، التاريخ والجغرافيا تعتبر قرارات منحازه، ما يمثل انحيازا سافرا الى مواقف وسياسات الاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، كما في بيان جامعه الدول العربيه، بل ويجعل صاحبه جزءا من الازمه لا جزءا من الحل ويضيف الكاتب ايضا في هذا المقال قرار نقل السفارات للقدس والاعتراف بها عاصمه لاسرائيل يعتبر دربا للسلام واستباقا لايه تسويه وفيه تجاهل لما جاء في انجيل طوبى لصانعي السلام لان هذا لن يخدم السلام باي شكل من الاشكال بل سيدفع نحو مزيد من الغضب والعنف فالمدينه تحمل تراثا عالميا للديانات السماويه وهي مهبط للوحي وملتقى للرسل والانبياء وليست خاصه للاسرائيليين اورشليم لن تبني عاصمه لاسرائيل بالظلم مكان مقدس فالقدس ستبقى مدينه السلام رغم الخذلان المتكرر والى صحيفة عربية اخرى مشاهدينا اخترنا لكم هذا المقال من صحيفة القدس العربي والذي جاء بعنوان حراك الجوع والكرامة في السودان في أيلول سبتمبر عام 2013 يقول الكاتب نفذ النظام السوداني ما أسماه الخطبة والتي أزهقت أرواح أكثر من 200 فتى من الشباب الذي خرج إلى الشوارع متسلحا فقط بهتاف الحناجر مناديا بسقوط الجوع وضنك العيش ومطالبا بالخبز والكرامة واليوم قد يتوهم النظام أن ذات الخطة مقرونة برهانه على ضعف أحزاب المعارضة وما تعانيه من صعوبة حقيقية في استنهاض المواطنين للحراك الجماهيري اسكت صوت المقاومه واخمد جدوتها وانه النظام يمكنه التمادي في استفزاز الشعب عندما تتمخض اجتماعات قياده الحزب الحاكم لا عن قرارات تتصدى لبوادر الانهيار الاقتصادي في البلاد وانما تشكر الشعب السوداني على صبره وتحمله الموت جوعا ويضيف الكاتب لكن ربما هذه القياده لا تعلم ان من خلف جدار الصمت تموج وتمور زيئات الغليان المؤديه حتما الى الانفجار وان ذاكره التاريخ تختزن بنماذج ناجحه ومنتصرة لثورة الجياع والمحرومين حتى وان كان لا قياده لها ويضيف الكاتب: والسودانيون اليوم باتوا على قناعة تامة بان المجموعات التي فرخها نظام الانقاذ من الراسمالية الطفيلية وشرائح المنتفعين وسماسرة المال العام لن تتنازل طباعية واختيارا عن مال السحت والنهب ليتوقف انحدار البلاد نحو الهاوية وليعود مال الشعب اليه ولتسود الرقابة والمحاسبة والشفافية في كل النشاط الاقتصادي في البلاد وهذه القناعة تتعزز بما جرى مؤخرا في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا اذ انهارت قبل ان تبتدا جوله البحث عن السلام وعن مخارج الازمه المستفحله في البلاد لكن سيخطئ من يظن ان هذا الانهيار لا علاقه له بما يحاكي تجاه السودان او أربك حسابات هذه الحياكة بل هو في الحقيقة أصل وليس فرعًا في نسيج هذه الحياكة. مشاهدينا نبقى في الصحف العربية وننتقل إلى الآن إلى الصحف اللبنانية والزميلة هلا سلامه. أهلا بك هلا معنا في اليوم. أهلا بك رايا وأهلا بكم مشاهدينا في جولة على الصحف اللبنانية لهذا اليوم نبدأ من الحدود اللبنانية الفلسطينية الاحتلال يعاود الجرف ويزعم اكتشاف نفق رابع في المستقبل نقرأ أن جرافات الاحتلال الإسرائيلية عاودت أعمال الجرف ورفع السواتر الترابية بين الخط التقني والخط الأزرق في القطاع الشرقيه وتحديدا في خراج بلده ميس الجبل وقباله مدخل بلده راميا في القطاع الغربيه، كما استحضرت قوات العدو حفاره ابار ضخمه باشرت باعمال الحفر مقابل طريق عام كفركله. وفيما اعلنت اليونيفيل انها تبلغت من جيش العدو وجود نفق رابع، وضع الجيش اللبناني كاميرا متحركه ثانيه لمراقبه تحركات العدو الاسرائيليه والاعمال التي يقوم بها. في محلة كروم الشراقي بعدما كان قد رفع قبل أيام كاميرا مماثلة في المحلة المذكورة وننتقل إلى حالة التململ في الشارع اللبناني ونقرأ في النهار اليوم لنبيل أبو منصف وتحت عنوان السترات الصفر لمن؟ يتناول الكاتب مبادرة الحزب الشيوعي في لبنان النزول إلى الشارع بعد أن سقطت كل أوراق التين عن سلطة وطبقة سياسية صنمية أمام معاناة الناس. بحسب الكاتب الحيثيات الخاصه بواقع لبنان وخصوصياته لا تعني في المقابل صحه الخلط الصاعد بين ضروره الانتفاض والتحرك الاحتجاجي عندنا وظاهره احتجاجات السترات الصفر في فرنسا وان مجرد استلهام حركه السترات الصفر الفرنسيه لا يكفي لان خصوصيه لبنان وقدرات سياسيه قادره على ابتلاع اساليب التعبير المحق واسقاطها كما ان انحراف السترات الصفر الى العنف وتشويه الحركة الاجتماعية يجب أن لا تتحول عدوى تتمدد إلى أي تحرك مشروع في لبنان الازمات المستعصيه بحسب الكاتب لا تواجه بتعميم المسؤوليات وعمى الفوضى ولن يجد اللبنانيون اخيرا سوى رهن شرعيه من انتخبوهم بالامس بقيام سلطه انقاذيه حقيقيه وننتقل إلى صحيفة الجمهورية اليوم ونقرأ تحت عنوان المنطقة بعد سنتين للكاتب شارل جبور، كل المؤشرات تدل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن إنجاز خارجي يتيح له التجديد لولاية رئاسية ثانية، منذ لحظة تربعه على كرسي الرئاسة الأمريكية أولى ترامب الأزمة الشرق أوسطية الأولوية فلوح بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ولوح باعاده النظر في الاتفاق النووي مع ايران وفي ظل مطلب الاداره الامريكيه ان ترتب طهران وضعها مع المجتمع الدولي نوويا سوف تواصل الضغوط عليها وصلا لتسوية شاملة تشمل النووي ودورها ويتابع الكاتب تدرك طهران أن إمكانية الذهاب في المواجهة إلى النهاية مستحيلة وهي ستلجأ إلى سياسة شراء الوقت بالرهان على سقوط ترامب إلا أن كل المعلومات تؤكد أن السياسة المعتمدة أمريكيا اليوم في الشرق الأوسط تحولت استراتيجية أمريكية لن تتبدل مع تبدل الإدارات الأمريكية مشاهدينا كنا وياكم في جولة على بعض ما تناولتها الصحف اللبنانية لهذا اليوم أشكر طيب المتابعة وعودة إليك رايا شكرا لك هلا على جولة الصحف اللبنانية وإلى الصحف الأردنية والزميلة أروى حماد أهلا بك أروى شكراً لكِ رايا ونرحبُ بكِ وبمشاهدينا في هذه الجولةِ في الصحافةِ الأردنيةِ والتي نستهلُّها مع صحيفةِ "الغد"، واخترنا لكم مقال تحت عنوان "من المسؤول عن الاستقطاب؟ الإعلام أم السياسة" بقلم باسم الطويسي يشير الكاتب في مقاله إلى الاستقطاب السياسي ويقول: هو سمة من سمات المراحل الانتقالية ولا خوف منه إذا بقي في حدود طبيعية، ولكن إذا ما طالت مرحلة الاستقطاب وأصبحت تنسحب على كافة المواقف السياسية والاجتماعية فإنه حتمًا يدخل في حالة من الجنون السياسي. ويشير الكاتب أيضًا إلى دور الإعلام في الاستقطاب السياسي ويقول ان الاعلام المهني ليس طرفا فعمليه نقل الاخبار حول ما يجري في المشهد السياسي لا تحتمل ان تكون استقطابا لكن غياب معايير واضحه للمهنيه واداره التحيز في المراحل الانتقاليه يجعل الاعلام جسرا للانتقال من اداره النقاش الوطني العام الى حاله الاستقطاب الحاد ومن صحيفة الغد ننتقل معكم إلى صحيفة الدستور ومع مقال الكاتب كمال ذكرنا تحت عنوان الأردن منصة الدفاع عن فلسطين يشير الكاتب إلى الدور الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية فمواقف الأردن ليست بالشعارات والخطابات لكنها فعلية وعملية على أرض الواقع تتجسد من خلال معارك حامية يخوضها الأردن من أجل فلسطين في المحافل الدولية ويضيف الكاتب في هذه الظروف القاسيه والقضيه الفلسطينيه تمر في اخطر واصعب مراحلها نجد الدبلوماسيه الاردنيه تعيش اكثر حالاتها نشاطا واندفاعا في التصدي للمشاريع الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف القدس واللاجئين والقضية عموما. وننتقل إلى موضوع آخر أيضاً في صحيفة الدستور مقال الكاتب عريب الرنتاوي تحت عنوان حرب واشنطن على ثلاثية استانا سوتشي. يقول الكاتب في مقاله: لا يكاد يمضي يوم واحد من دون أن توجه في موسكو أصابع الاتهام لواشنطن بالسعي لتقسيم سوريا وما يقلق موسكو هي فكرة الوجود الأمريكي العسكري الدائم في المنطقة ويضيف الكاتب واشنطن التي قبلت على مضض إتاحة فرصة لمسار أستانا سوتشي لاستنفاذ فرصه في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لا تترك فرصة دون وضع العراقيل على طرقه ومساراته وهي المتهمة بأنها لا تمتلك سياسة خاصة بها لسوريا تثبت يوما إثر آخر أنها مصممة على منع الآخرين من أن يكون لهم مثل هذه السياسة ومع مقال الكاتب اراي برنتاوي تكون جولتنا في الصحافه الاردنيه قد انتهت وعوده اليك رايا شكرا لك اروى على جوله الصحف الاردنيه مشاهدينا جولتنا في الصحف العربيه انتهت فاصل ونستكمل ما تبقى من متى الخبر ابقوا معنا اهلا بكم من جديد والى جوله الصحف العالميه مشاهدينا نبداها من صحيفه الغارديان حيث كتبت هذا العنوان استفتاء جديد بشان البريكزيت يخل بثقه مواطني بريطانيا ما تقول ذلك وتقول ايضا رئيسه وزراء بريطانيا ان اجراء استفتاء جديد بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سينتهك الوعد الذي قطعته على مواطني المملكه ففي مقتطفات من خطاب مي الذي ستلقيه اليوم الاثنين في البرلمان جاء فيه ارجو ان لا نخل بوعدنا للشعب البريطاني بمحاوله اجراء استفتاء اخر لان تصويت جديد سيلحق ضرر جسيم لا يمكن اصلاحه بسلامه السياسه التي اتبعناها تقول مي كونه سيظهر للملايين من الذين يؤمنون بالديمقراطيه ان ديمقراطيتنا لا تنفذ فضلا عن كونه سيلحق ضرر لا يمكن اصلاحه بسلامه السياسه التي اتبعتها أيضا مشاهدينا نقرأ في الجارديان أن ما اتهمت رئيس الحكومة السابق العمالي توني بلير في محاولة نسب عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء ثان في حين أن بلير يتهمها بالمقابل بالتصرف بغير مسؤولية وقالت مي في تصريح نقلته وسائل الإعلام أن قيام توني بلير بزيارة بروكسل والعمل على نسف مفاوضاتنا عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء ثان يعتبر إهانة للمركز الذي تسلمه وللشعب الذي خدمه ورد بلير على كلام تيريزا مي قائلا إن الأمر غير المسؤول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على اتفاق يعتبرونه بصراحة سيئا عبر التهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون أي اتفاق إذا مشاهدين هذا العنوان اخترناه لكم من صحيفة الجارديان وإلى صحيفة الواشنطن بوست مشاهدين اخترنا لكم هذا المقال والذي كتب أن هناك الكثير من الأخبار القانونية السيئة لدونالد ترامب والأسوأ قد يأتي من مسؤولة لم تؤدي القسم, القسم القانوني بعد وينقل الكاتب عن نيتشيا جيمس التي ستتسلم منصب المدعي العام لنيويورك الشهر القادم قولها أنها تخطط لاستغلال كل مساحة متاحة لها في القانون للتحقيق في صفقات ترامب التجارية وتلك التي تعود لعائلته، وأضافت أنها تسعى لتوجيه اتهامات لأصدقاء ترامب الذين قد يمنحهم عفواً عاماً على جرائمهم الفدراليه، ويقول أيضاً هنا الكاتب مشاهدينا في هذا المقال: علمنا الأسبوع المقبل أن مايك فلين مستشار ترامب للأمن القومي الذي لم يدم طويلاً التقى بفريق مولر 19 مره ليخبرهم بما يعلم. كما ان كوهن كان يتعاون بشغف مع تحقيق مولر وهذا يعني ان شخصين على الاقل في وضع يسمح لهما بمعرفه التواطؤ مع الروس بشان انتخابات عام 2016 مشاهدينا اذا كان هذا ابرز ما اخترناه لكم من جوله الصحف العالميه اما الان الى كاريكاتير واخترناه لكم من صحيفه الحياه الجديده لنتابع مشاهدينا انتهت حلقة متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعاية الله وإلى اللقاء